90 يوما مرت على تزكية أبو الفضل بعجي أمينا عاما للأثلان في أجواء مشحونة ومشجونة عودنا الحزب عليها كلما حل موعد تنظيمي، موعد عادة ما يغيب فيه الصندوق وترفع الأيادي بعد دحر أي منافس والتأكد التام من خلو القاعة من المناوئين وضمان بقاء الموالين، كما حدث لجمال بن حمودة ومؤيديه في حادثة اشتباه حمله لفيروس كورونا والتي عبر عنها الأخير بالمؤامرة السياسية الغير أخلاقية. فخلت الساحة لبعجي مرشحا وحيدا وتمت تزكيته بالأغلبية وانتصر الأفلان على الطريقة التي سبقت انتصاراته، فخر بعجي ساجدا حامدا. ومكث 90 يوما في مكتب مجموعة الست كما سماها ولد عباس، يراوح في مد وجزر لصياغة قائمة نهائية لمكتبه السياسي في حزب يريد في كل مرحلة أن يتجدد خوفا من التبدد، لكنه يأبى ذلك، فالمخاض أسفر عن قائمة الخالدين في المكتب السياسي الذي ظل ثابتا محنطا غير مبدل ومجدد. يقول أحدهم: أين هي توصيات القاعدة النضالية التي جف ريقها وهي تنادي بمطلب تشبيب الجبهة التي أعطيناها عهدة أخرى من الشيب والشيوخ وأراذيل العمر في النضال والتاريخ؟ فجاء الرد سريعا بمكتب قطع عهدا تاريخيا على نفسه موشحا بالمشيخة التي ظلت كثيرا وطويلا عبر مختلف الأزمنة مع بالخادم وسعيداني وبالعباس وجميع وسابقيهم، وجاء دورهم اليوم مع بعجي الذي يبدو شابا، شعارهم لن يعود الشباب أبداً.